يقول: سمعت بأنه لا تجوز الصلاة بدون أذان، حيث أنني أعمل لوحدي بالبر وأصلي والحمد لله، لكن بدون أذان، فهل صلاتي جائزة أم لا؟ وإذا كانت غير جائزة، فماذا ينبغي علي أن أفعل في الصلوات السابقة؟ أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير. الصلاة تجوز بدون أذان وتصح، ولكن الأذان عبادة مستقلة، وهو إعلام بدخول الوقت وشعار للإسلام، وفيه فضل عظيم ينبغي المحافظة عليه. والأذان لكل وقت عند دخوله، ولو كان الإنسان وحده فإنه يستحب له أن يؤذن ويصلي، وفي ذلك فضل عظيم وثواب كبير. أما لو صلى الإنسان أو صلى الجماعة من غير أذان فصلاتهم صحيحة، لكن يفوت عليهم أجر الأذان وثواب الأذان. الله أعلم. شكر الله لكم.